السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا قراءه برج الدلو. برج الدلو دي توقعات الشهر اللي جاي لحياتك، توقعات شهر يناير، شهر واحد ان شاء الله باذن الله يكون خير ورزق وتفاؤل لحياتك. بتعاني من سحر، من قرين، من تبيعه او وسواس، او اي مشكله عندك بتعاني منها؟ اول تعليق على الفيديو بتاعك هتلاقي لينك قناتنا التانية اللي عليها العلاج، ادخل وخد العلاج اللي انت محتاجه، ولو معرفتش توصل اكتب تم هيوصلك اللينك لحد عندك. اخر الفيديو هنشوف رسالة ربنا ليك ايه، وايه التغيرات اللي عندك والتبشرات والتحذيرات وكل اللي هيظهر في قراءتك ان شاء الله باذن الله هنتكلم فيه مع بعض. وعلشان ربنا يقضي لك حاجتك انزل في الكومنتات واكتب سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، بنية قضاء الحاجة، وان شاء الله بإذن الله ربنا يقضي لك حاجتك زي ما تكون. وهنشوف التوقعات اللي عندك والتبشرات. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طيب، في رزق. الرزق ده انت بتحلم بيه بقالك مدة، الرزق ده انت بقالك فترة كبيرة شغال عليه، بقالك فترة كبيرة جدا عمال تعافر، بقالك فترة كبيرة تعبان ومرهق في حياتك. خلي بالك انت هنا عندك تنجية امور، وعندك كمان راحة من بعد الاذى اللي انت شفته في حياتك. في كمان هنا مواجهات، المواجهات دي هتكون من نصيبك انت، في تنجية من عذاب او تنجية من حاجة معينة كانت غلط في حياتك. عندك طاقة، والطاقة دي هتديك بشر، ومن ورا البشر دي هتشوف ناس خاينة وكذابة. خلي بالك انت بقالك فترة كبيرة في حاجات بتظهر في جسمك، بقالك مدة كبيرة عمال تفكر في حياتك. عايزاك تحصن نفسك اول باول، وتحاول تستقر علشان خاطر انت قدامك طريق مفتوح، والطريق ده هيسندك وهيزود من مهاراتك، هيزود من قدراتك، هيزود من الطاقات اللي فيها خير ليك. واحذر من حد بيعمل لك حفرة وبيقول ان هو بيحبك. انت الفترة دي من اكتر الفترات اللي انت هتشتغل فيها على نفسك، وهتشتغل فيها على معظم قراراتك، علشان حاسس ان قراراتك غلط او عايش في قرارات غلط. الفترة دي انت عندك تسرع. لا، مش عايزاك تكون متسرع، عايزاك تستمتع بان انت تهتم بنفسك. انت دايما كل اللي حواليك بينجذب ليك، بينجذب من شخصيتك، بينجذب من كلامك، بينجذب من اي حاجة تخص حياتك. لا، انا عايزة الامور تختلف، عايزة الامور تكون اوسع من كده. وعلشان كده عايزاك تهدي اعصابك وتهدي نفسك، وتحصد من اللي انت عمال تزرع فيه المدة اللي فاتت. ووازن امورك مع علاقاتك، مع ارتباطك بالاشخاص اللي حواليك. في خبرين هيجولك هيريحوك، علشان الخبرين دول هيخلوك تكتشف حقائق كذابة في حياتك. في هنا خطوة، الخطوة دي جريئة، الخطوة دي جريئة في حياتك. وفي مكالمة فلوس، يعني الفترة دي جريئة ومكالمة فلوس. من بعد الفلوس اللي هتجيلك دي الوضع بتاعك هيختلف 180 درجة. شايل خيبة أمل، شايل مواضيع معينة في حياتك، شايل كلام الله أعلم، شايل كذا حاجة في حياتك انت الأيام دي. يعني في كذا حاجة انت شايلها وبتسأل في ايه، انا مالي، انا متغير كده ليه. يعني انت في اسئلة كتير وبتحاول ترد عليها بنفسك. ما تقلقش، انت في جبر خاطر عندك، وفي حياة من بعد الظلم والطعن اللي انت عشته. وفي هنا كمان راحة، والراحة دي هتكون راحة لأعصابك، هتهدي أعصابك وهتطلع نفسك من اي ضغط انت بتمر بيه الايام اللي جاية. في هنا سر، والسر ده انت هتكتشفه، هيزعلك شوية بس هتفرح بيه، وهتفرح ان انت كنت في حياتك ناس يعني ناس مزيفة، وانت كنت نايم وكنت ما كنتش واخد بالك، والدنيا كانت فيها عراقيل عندك. رميت طوبة ناس كتيرة جدا من حياتك، خرجوا، رميت طوبتهم وقلت دول مستحيل يكونوا احباب، مستحيل يكونوا صحاب، مستحيل اصلا ان هم يكونوا في حياتي اشخاص بالطريقة دي، اشخاص
بالقذارة اللي كانت كلها مشاكل، بالتوتر والحيرة اللي انت كنت بتمر بيه لوحدك ومحدش كان معاك او محدش كان بيساعدك في اي حاجة. وعشان كده انت دمعتك على خدك دايما، دمعتك قريبة منك جدا. بص هنا، انت هتاخد قرار كبير الايام اللي جاية، بس عايزاك تفكر في اي حاجة ممكن تاخدها. وزي ما في قرارات متعبة، في كلام كمان متعب، في مواجهة. المواجهة دي هتسمع خبر هيعوضك عن الظلم اللي انت شفته الفترة اللي فاتت، وهيعوضك عن الحيرة. بس في حنين واشتياق ولهفة، في حنين هنا، في حب، في جواك موهبة كبيرة بتحاول تطلعها. انت دايما مميز عن الاخرين، دايما كده بيعرفوك، بيحسوا ان انت مميز، انت مختلف عن اي حد، بس دايما بيراقبوك بشدة، بيراقبوك كده وحاطينك في بالهم. ما تقلقش، الحاجة اللي انت مفتقدها هتلاقيها. في صديق جديد نيته صافية اتجاهك، عايزك تخلي بالك منه. وفي ناس كتير هتدق على بابك علشان تكلمك او علشان تقرب منك، علشان يحصل بينكم كلام، الله اعلم. بس هيكون في كلام وفي امور هتختلف. خلي بالك، انت هنا في حيرة، والحيرة دي من مواضيع كتير. في فترة هنا عشتها كانت فترة صعبة، اتألمت فيها واتظلمت. لا، بص لنفسك شوية، اثبت وجودك، اثبت انطلاقاتك، في خير قادم ليك. بس اطلع من العقبة دي اللي هي ست. انت بتشتغل، يعني بتدرس، لو انت بتدرس فانت هتطلع من الممتازين. ولو انت منتظر اخبار عن حمل، عن اطفال، في زيادة عندك وفي تيسير امور. بس الفترة دي انت بتعاني من نفسية، نفسيتك تعبانة، مش مبسوط، وحاسس انه مفيش استقرار. بص هنا، في ارهاق، ارهاق كده، معرض دايما لمواقف محرجة. انتبه لنفسك وانتبه لصحتك، وما تسمعش لأي حد. بص هنا، بتحاول تنظف نفسك من كل الأشخاص اللي في حياتك. الحاسة السادسة دي لما بتشتغل انت بتخاف على نفسك منها. في صدمة او خيانة من شخص مقرب ليك. عندك قصة جديدة ومغامرة حلوة. القصة دي والمغامرة دي هتفرح قلبك، وانت هتفرح بيها قوي الايام اللي جاية. بلاش الصدمة، ومش عايزاك تاخد اي قرار علشان شدة الحسد والعين واخدة جزء كبير جدا في حياتك، واخدة جزء كبير جدا منك. فما تأمنش، واستقبل كل البيبان اللي هتتفتح قدامك. الايام اللي جاية دي هي ايامك انت، لازم تثبت فيها الوجود، ولازم تثبت فيها ان انت قدها وقدود، وان انت قد اي مشكلة وقد اي ازمة حاليا بتمر بيها. خلي بالك من نفسك، والمواجهة اللي هيحاولوا يستفزوك فيها، المواجهة دي انت هتكون قدها وقدود. انت جواك نار طالعة منك، جواك بركان لو طلع هيهزي اي حد، بس انت ساكت. ورغم ان مفيش حد حاسس بيك، بس برضو انت ساكت. رغم ان مفيش حد واقف جنبك وبيسألك على حالك، برضو انت ساكت، بس قلبك من جوه بيتكلم كلام كتير. انت طيب جدا، وبتظهر مشاعرك وحبك وحنانك، وبتظهر كل حاجة حلوة من اجل الاخرين. بس هتفضل كده لحد امتى؟ تفضل لحد امتى؟ انت اللي تضحي وانت اللي تدي. دايما اقول لك وازن. طيب ليه تقلب المزاج اللي على الفاضي وعلى المليان عندك؟ تقلب المزاج، انت خيالك واسع جدا الايام دي، خيالك واسع بطريقة كبيرة، وبتحلم. انت ممكن ما تاكلش وما تشربش ولا تعمل اي حاجة، بس تفضل بتحلم في خيالك. لحد امتى؟ حان وقت ان انت تحقق.
وبلاش تكون متسرع في ردة فعلك. اديني بقولك وافتكر الكلام ده كويس. في مناسبة، والمناسبة دي هيكون فيها بعض الامور، او انت بتحضر نفسك لمناسبة، بتحضر نفسك لاشياء جديدة، الله اعلم. في حد هيتصل بيك وهيعزمك على خطوبة، على فرح، او انت عندك خطوبة او فرح، الله برضو اعلم. فانت عندك اخبار حلوة. ثقتك في الله دي اجمل حاجة، وان انت بتصبر على كسر خاطرك وبتصبر على اي حاجة تأذيك، برضو ده بيكون عوض من عند ربنا ليك. بص هنا، من كتر الضربات اللي مريت بيها الفترة اللي فاتت، زعلان زعلان وحاسس ان انت حزين. ركز على الهدف، وارمي ورا ظهرك المشاكل السلبية. المشاكل السلبية هي اللي مخليه عندك تراجع، المشاكل السلبية هي اللي مخليه عندك مفيش استكمالات في حياتك. ارمي علشان تحصد. بص هنا، بسم الله ما شاء الله، هنا هتقف اشخاص ضدك، ومن خلال ما هم هيقفوا ضدك انت هتطردهم بره حياتك. وبمجرد ما هتطردهم هتشوف قد ايه هم كانوا بيستغلوك، قد ايه كانوا اخدين منك حاجات كتيرة جدا في حياتك. احذر من خطوة مش في الحسبان، او خطوة انت مش مرتاح لها. هنا في نجاح وفي تطورات من شخص هيدخل حياتك الفترة اللي جاية. في شخص جديد عندك هيدخل حياتك وهيوفقك في حاجات كتيرة جدا طال انتظارها عندك. عندك شخص بوشين، عامل زي الغراب بالظبط، شوية حبيبك وشوية عايز لك الخير، بس هو اصلا ولا عايز لك الخير ولا حبك تكون في نفس المكان اللي انت فيها. وافتكر اني انا دايما اقولك، خلي بالك من اي مشكلة، خلي بالك من اي صدمة ممكن انت تمر بيها الفترة دي، علشان خاطر انت مش ناقص، انت اللي فيك مكفيك. ولو فضلت بالمشاكل السلبية اللي هي مسيطرة على اوجاعك ومسيطرة عليك دي، هتخسر، وهتخسر حاجات كتيرة جدا فاقدها في حياتك، كلها حب، كلها تغيرات. هيكون في عندك هنا طاقة، والطاقة دي انت اللي هتستغلها لوحدك. دايما بيقولوا لك ما شاء الله عليك، ده انت شكلك مش مدي سنك، سنك مش مدي شكلك، كلام كتير في عراقيل، كلام كتير في طاقات سلبية ليك. لا، انت بس بتزعل على حاجة واحدة بس. ايه هي؟ نيتك الصافية. دايما بتزعل ان انت دايما نيتك صافية مع ناس ما يستهلوش، بتزعل ان انت بتتعامل بطيبة وحب وما بتلاقيش غير المشاكل. ان شاء الله بإذن الله انت هتكون شخص متميز، شخص مميز في حياتك، وهتطلع كل الكسرات اللي انت شفتها في حياتك الايام اللي جاية. ليه؟ علشان انت اتخنت. خلي بالك وافتكر ان انا بقولك، انت دايما متخان من ناس مقربة ليك وناس عاملة حبيبة ليك. مشكلتك ان انت بتآمن ومازال بتآمن، فمش عايزاك تآمن على ظلمك، تآمن على حقك وتصبر. لأ، انا عايزاك بس انت تكبر دماغك. طول ما انت هتكبر دماغك هتلاقي حاجات فيها اخبار سارة، وهتلاقي كمان انتصار حلو جدا، علشان هنا شايفالك ضربة. الضربة دي مش بتوقعك، الضربة دي بتميزك عن اي ظلم تمر بيه انت الفترة دي. في كمان هنا حد كبير في السن هيقف جنبك وهيساعدك وهيدعمك. الحد ده بيحبك قوي، وناوي ان هو يساعدك، ناوي ان هو يقف معاك، ناوي ان هو يكون جنبك، الله اعلم. بس انت هيكون في دعم وفي خير مع تغيرات طال انتظارها، فما تقلقش على اي حاجة. شايل كتير وكاتم وساكت، جواك كلام، جواك امور، جواك لخبطة، بس بتقول انا معايا رب كبير وواثق في كل حكمة ربنا بيقدمها لك، ورامي اي هم، رامي اي طاقة. ما بتسمعش لحد زي الاول،
حسيت انه في اختلاف في حياتك واحدة ورا واحدة، حسيت انه انت من حقك تبص لنفسك، وعلشان كده من الواضح قوي ان انت علاقاتك بدأت تنهيها علشان حصل فيها ظلم وطلبت العدالة وما حصلتش عليها، فربنا هيشفيك شفاء عاجل. بس دايما بتحب العزلة والوحدة وبدأت ترحل أو بدأت تنفر، هنا هيجيلك حد، الحد ده هتفتح بينك وما بينه كلام، الحد ده هيفتح بينك وما بينه حديث الله أعلم، بس هيكون في كلام بينكم. انت دايما بتقول على نفسك أنا مش بقتنع بأي حاجة، وحاليا انت الحاجة الوحيدة اللي ما بتقتنعش بيها الحب، بتقول ما فيش حاجة اسمها حب، أنا مش مقتنع إنه في حب وفي ناس بتحب. ليه؟ علشان انت كان حظك وحش في اختياراتك، فخد حذرك وحرر نفسك من اي علاقة او من اي مقيدة ممكن تتدبر ليك. حوار فلوس، والحوار الفلوس ده انت لسه مستلف زي ما قلت لك او هتستلف، ده هيبقى فيه فلوس في ايدك هتمسكها، فخلي بالك. بسم الله، العلاقة الجديدة دي هتكون حلوة، خلي بالك هتكون حلوة جدا، وهتكون كمان هتوزع على حياتك دعم، يعني هتوزع عليك استعاد ثقتك بنفسك، هتعيد حظك في الحياة، هتلاقي كده ان انت فعلا الظلم اللي انت اتظلمته كنت فعلا تستاهله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. بص هنا، هنا انت هقولك ان انت هتكون متفائل، الاضواء هتكون بتاعتك وانت اللي هتاخد فيها القرارات لوحدك. في شخص هنا في حياتك حاطط عينه عليك وبيحبك وعايز يكلمك، بس الشخص ده خايف، خايف من ردة فعلك، علشان انت ردة فعلك الايام دي يعني مش في الحسبان. الفترة دي في حياتك ما تتنسيش، خلي بالك كويس جدا. انت يعني بتقول انا لوحدي احسن من ما يكون اشخاص كتيرة جدا معايا، مش شايفة منهم غير الظلم، مش شايفة منهم غير المشاكل السلبية. طاقتك دي كلها حب، طاقتك دي فيها امور، فيها كرم وفيها تغيرات. ابشر، تمن صبرك هتحصده، تمن الحب والحنان اللي عاش فترة كبيرة لحد ما جالك، صدقني الخير اللي هيتوزع عليك ده هيكون بعد تلات أمور، تلات أيام، تلات ساعات، تلات أشياء هتعملهم، هيبقى فيه انتصار وتحقيق نجاح كبير، وربنا هيعوضك خير وهيجبر بخاطرك جبر حلو جدا. حقك من اللي ظلمك وكسر بخاطرك هتاخده قدام عينك، حقك من اللي خاب أملك فيه وخاب المشاكل السلبية في حياتكم هتاخده برضو انت بنفسك. ليه؟ علشان انت هنا واثق وهتنجح. شوف انت بقى مستني ايه، انت عندك نجاح، نجاح عظيم، طلبت حاجة من حد ولسه مردش عليك، الحاجة اتأخرت عليك. ليه اتأخرت؟ علشان اللي ربنا كتبولك احسن بكتير جدا من اي حاجة انت حطتها في بالك. بس في اشياء فاقدها، فاقد اهل، فاقد احبة، الله اعلم، في اشياء هنا عزيزة على قلبك انت مفتقدها، ورغم ان انت مفتقدها، رغم ان انت هتحصد امور حلوة طال انتظارها بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. خسرت وبتعوض، خسرت وبرضو بيتفتح قدامك مشاريع جديدة، بيتفتح قدامك طاقات فيها دعم وفيها حظ وفير. اللهم صلي وبارك. بص، الاستقرار هيخليك تعيد ثقتك بنفسك، الاستقرار هيخلي أمورك تتبدل 180 درجة. بس خلي بالك من الشخص اللي تعبك في العيلة ودايما بيخلي كده أعصابك تتعمل، بيخلي كده بيخليك تطلع كل اللي جواك، شخص كده بتحس ان هو اصلا عايش عشان يستفزك. الشخص ده بيحبك، بس هو بيحب ان هو يضايقك، بيحب ان هو يتكلم معاك، يخرج اللي جواك، في كلام بينكم.
انت على قد الضربات اللي انت عشتها على قد ما انت قوي جدا. في مكالمة في طريقك وجاية لك، وخلي بالك من الضغط اللي انت بتمر بيه بسبب التزاماتك الزايدة. في حد هنا هيساعدك، بس انت هنا قلبك برضو بيتألم، قلبك شايل هم، شايل حمل كبير. ما تقلقش، الهم هيروح منك وربنا هيراضي قلبك وهيزيح همك وهينصرك على أعدائك وهينور طريقك بإذن الله الأيام اللي جاية. بس طلع كل المشاكل من حياتك. لو انت بالك مشغول بالرزق فالرزق قادم ليك، وهتتاجر تجارة أو هيبقى في كلام، هيبقى في أمور، الله أعلم، بس هيكون في تعزيز علاقات، تعزيز خطوات، تعزيز شراء. في حاجات عندك انت هتعملها جديدة، حاجات هتعملها مختلفة عن اي حاجة ممكن تكون مريت بيها الفترة اللي فاتت. فعايز اقولك انه تغيير الاوضاع عندك قريبة جدا. انت حطيت سد او بنيت حيطة، الله اعلم، حطيت سد ولا بنيت حيطة بينك وما بين ناس اختبرت حظك اكتر من مرة، وحسيت ان مفيش حظ متوفق معاك، وعشان كده لملمت اوجاعك ولملمت نفسك. بص بقى، حظ بالحظ ده هيجيب لك سعادة او هيجيب لك مال. انت صح اليومين دول، انت صح، واخد قرارات صح، واخد امور صح، معجب جدا بافعالك، معجب جدا بقراراتك. في امور عندك قلبك هينشرح فيها مع تغيرات جذرية هتحصل عليها الفترة اللي جاية مع حظ وفير. يعني انت ماشي صح، بس طول ما انت ماشي صح مش عايزاك تاخد قرارات تكون متسرع فيها، عايزاك توزن لي قراراتك بشكل مختلف، عايزاك تخلي بالك من اي قرار انت ممكن تاخده في لحظة ندم. انت كل قراراتك الايام اللي جاية دي هتكون صح، علشان القمر هيكون منور طريقك، وطول ما القمر منور طريقك هتحصل على تغيرات جذرية وحظ هيدعمك على جميع الاسعد باذن الله. ونشوف رسالة ربنا ليك ايه، وايه اللي مستخبيه في رسالة ربنا، ويا ترى هتكون عوض ليك ولا لا عن اللي انت شفته في حياتك. بسم الله ما شاء الله. طيب اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. لا بقى انا عايزاك تهدى، عشت فترة من المرار والغدر، تألمت وحزنت، وعشت فترة من القهر وسوء الحظ لدرجة ان انت فقدت الصبر. فعايزة اقول لك قريب هتفرح وهتبكي من شدة الفرح بإذن الله. بس انزل في الكومنتات واكتب سبحان الله، في خير ورزق، ويا رب الرسالة تكون انطبقت على حياتك. لو بتعاني من سحر ولا قرين ولا تبيعة ولا وسواس ولا أي حاجة، هتلاقي لينك القناة في أول تعليق، أو اكتب تم هيوصلك اللينك لحد عندك.